طب هل يعتري الوصية أو ينسحب على الوصية أحكام كما كان هناك أحكام كثيرة خاصة نعم. بالمواريث؟ نعم. الوصية قد تكون واجبة. متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان الإنسان قد قصر في حق من حقوق الله أو في حق من حقوق العباد. هنا نقول أن الوصية واجبة. لماذا؟ لأنه واجب عليه أن يبرئ ذمته من حق الله أو من حق العباد وهو على قيد الحياة، فيوصي بما يكافئ ما عليه من حقوق الله أو بما عليه من حقوق العباد. فمثلا لو أنه قد أفطر في رمضان ولكنه لم يكفر ولم يقضي، طيب، وأصبح في أواخر عمره ولا يستطيع الصيام، يوم يعمل إيه؟ من الجائز أن يوصي بأن يطعم عنه مساكين بعدد الأيام التي قد صامها بحسب ولم يقضها أو كفر عنها أو يكفر عنها، بيحسب ما عليه ثم بعد ذلك يوصي بكذا. مثلا لو أنه قد أخر الزكاة ولم يؤديها لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة مثلا، في هذه الحالة عليه من حقوق الله سبحانه وتعالى أداء هذه الزكوات، فعليه، نقول هنا عليه، واجبة عليه أن يوصي بهذه الأموال تخرج عنه بعد وفاته. مثلا لو أنه كان مدينا لشخص ولم يسدد هذا الدين ولا يوجد للدائن سند يطالب به، ولكنه يعرف أن عليه لفلان حق، أو أنه قد قصر في حق من حقوق أي واحد من العباد مثلا، وأراد أن يطلب منه المسامحة وما إلى ذلك وأن يرد إليه هذه المظالم، في هذه الحالة نقول أن الوصية واجبة عليه. مثلا لو أنه قد اغتصب أرضا من جاره مثلا، أو فعل كذا أو كذا، أو أثناء حياته وقع في الفترة الأخيرة شعر، نعم، وقعت منه بعض المظالم لبعض الناس وهو يعرف أنه قد ظلم فلان أو فلان، هنا في هذه الحالة نقول أن الوصية قد أصبحت واجبة عليه حتى يؤدي حقوق العباد قبل أن يقابل الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة نقول أن الوصية واجبة.